أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من سافر إلى بلاد الكفار لأجل النزهة والسياحة ولم ينوي الإقامة بها طويلا وإنما يريد الرجوع إلى بلده، هل يدخل في هذه الآية في سورة النساء؟ لا، هذا ما هو بإقامة، هذا ما هو بإقامة، لكن السفر حرام، السفر للنزهة حرام، إنما السفر الذي يباح كما ذكر أهل العلم، سفر للتجارة، السفر للدعوة إلى الله، السفر للعلاج، ما يوجد علاج إلا هناك، السفر لتعلم تخصص يحتاجه المسلمون ولا يوجد تعلمه إلا عندهم، في هذه الأحوال يجوز السفر. السفر في رسالة يؤديها للكفار مندوب من ولي الأمر، هذه الأحوال يجوز فيها السفر مع تمسكه بدينه وابتعاده عن مواطن الشر. نعم.